احسن حاجه بقى لما يكون معانا الكوره. هم لما يكون معاهم الكوره بيقدروا عندهم الخطه اللي يقدروا. احنا معانا كوره ادي ابو تريكه، ابو تريكه يلعبها لاحمد فتحي، في حاجات لازم تكون متنفذه والراجل تتلعب لابو تريكه حلو قوي. فين زيدان؟ فين زيدان؟ فين زيدان؟ وهدف حلو قوي 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 قوي، يا مصر تحط هدف جميل جدا لزيدان بعد 7 دقايق، يرد كده بتمريره من احمد فتحي لابو تريكه، يبص لزيدان قوم يا راجل قوم لسه بدري. انما في كره حلوه حلوه على طول بعد 8 دقايق نرد بقوه. وادي لما الكره معاك الكره تهاجم، معاكش الكره تدافع. لما دخل فينا الجون انا قلت خير وبركه، لان احنا هنتخلى بقى عن حذرنا الدفاعي. شوف الكره احمد فتحي تمريره اهلاويه تروح على طول لابو تريكه، بص البصه دي وعلى طول على طول تتحط الكره جوه الجون بهدف جميل. ادي ابو تريكه وتطلع كوره وعاليه 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 وعاليه، وبرافو برافو برافو زيدان يحط هدف جميل. واللي كان بره وجاي وعلى طول كده 1-1 منتخب مصر. احرز البرازيل كاكا واحرز زيدان بعد 8 دقائق. بتتلعب الكره وتروح لكليبر، كليبر الاخوان، وانا مبسوط قوي عشان خاطر ان البرازيل نشوف ماتش كويس واولادنا برضو نشوف ماتش كويس،